وجه وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر على أنها دولة مهمة جدا في المنطقة. وثمن سيجورني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجهود المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة والتزام مصر كوسيط لوقف إطلاق النار في القطاع. هذه المرحلة الأخيرة لي في مصر تبين أهمية شراكتنا، وتكلمت عنها معالي الوزير، وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية، وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية. معالي الوزير، سوف ألخص رسالتي بثلاث نقاط. رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة. أول رسالة الأولى، نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبذلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، تكلمت عن هذا معالي الوزير. ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عملا كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وآمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون، وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزاويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية. وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام.